انت اسعار التذاكر؟ انا اعتبر هاي بداية خير العراق كطوق الملعب. يعني هم يقول لك شلون هسه انا من حضرت كأس العالم اللي قريبه على الملعب، يعني قريبه على الساحه غاليه، تبدي فوقها ارخص، تبدي فوقها ارخص. انا بدي اشوف هالشكل، بس كل واحد يحصل التكت الاصلي، يعني التكت ابو الفلوس، يعني مثل ابو العشره فوق موجود بعشره، بس يكون يحصله ابو العشره، يكون يحصله ابو ال 15. انا اشوف اسعار يعني متوازنه، بس كل واحد يحصل من الابي، يعني مو يشتريها من واحد لواحد. معمول بكل العالم، الملعب يقسموه الى شكل الوان، الوان مثل اللون الاول اللي هو بالساحه، هذا يكون اغلى من اللون الاخير. ان شاء الله يا رب يكون. هي البطايق ترى خلصت، بطايق نبذت، لا يحتاج الى دعايه. نسوي هسه ملعب 200 الف جمهور يجي، لان احنا جمهور ذواق كره القدم، واحنا حاليا عمرنا 50 مليون، احنا رادين ملعب اوسع من هذا، والحمد لله والشكر. هي ان شاء الله تكون بدايه خير الى تصفيات كاس العالم، وهي هاي المباراه الاهم والوراء اهم. هالمباراتين لازم احنا نسوي بها نتيجه خاطر ندخل بالمعركه كاس العالم. ان شاء الله ما نخش، ان شاء الله نقول بردا وسلام على منتخبنا، ان شاء الله ناخذها على مود نمشي، لان الفريق الفيتنامي والفريق الاندونيسي انا قلت اصحاب الصدور الضيقه، والفريق الاندونيسي ثلاث ارباعهم هم محترفين ومجنسين من اللاعبين الاوروبيين. يا رب ان شاء الله منتخبنا وجمهورنا نريد كله متواجد بهاي المباراه ويصير العراق. تحيه الى قناه الفرات والى الاخ علي سالم وحضرتك وحضره المصورين، لان ما شاء الله مواكبين كل حد. بسم الله الرحمن الرحيم.